منح أول لسنة 2022 المتهم فيها سامر درغام دياشة بقتل مبني عليها سلمى عثمان عبد الواحد. تفضل السيد وكيل النائب العام. بسم الله العدل. بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. صدق الله العظيم. سيد الرئيس، اعضاء المحكمة الموقرة، لقد جئناكم اليوم بواقعة قتل فيها الناس جميعا بغير حق، حتى انها من فرط بشاعتها لا يمكن للعقل السوي ان يتصور حدوثها. جريمة قتل جرت احداثها على مرأى ومسمع من الناس جميعا. القتل فيها فظيع والموت فيها سريع. لقد جئناكم اليوم ممثلين عن المجتمع المصري بأسره، وهم ما يزيد عن 100 مليون مواطن أو ما يزيد، بل لا أبالغ إن قلت 100 مليون مترافع، مطالبين بالقصاص العادل لتشفى صدور قوم مؤمنين. الأستاذ أمين هو اللي قال لك كده بذات نفسه يا أبو حمدي؟ بنفسه قال لي أشوركم قبل ما يعمل أي حاجة. إيه دي؟ دي مصيبة إيه دي؟ الله الله الله، دي كده تبقى فرجة. على قولك نتستر ونسدد ديوننا، الواحد ما كانش عارف يعمل إيه، العيال مطلعة روح. هو حد قال لك تخلف 6 عيال وأنت ما عندكش غير قراطين وعمد؟ يوه ارجع للرغاب دهيشة يخش بقى رجل الخير وبركاته، احنا ما نعرفش. يا الحدايه بتحدف كتاكيت يا جدع انت. هو الراجل طلب منكم حاجه ولا طلب مننا حاجه نقولها؟ طب خليهم يقولوا كده اللي مش على هواه. قالين ما حصلوا بنت عثمان بن الشيح على المشرح. انتوا بتلتوا وتعجلوا في ايه؟ بلاش كلام صايص ومالوش لازمه. انا ابني مش هيشهد غير باللي شافه، ولو درغام صد عني قرش ساغ واحد هكون ملبسه قضيه. ده كلام صايص ومالوش عازه. يسلم لسانك، أنا مش حاطط إيدي في إيد الراجل اللي حصر قلب عثمان شيحة على بنتي وعمر ابني وريد على الله. أنا هقول له الأستاذ أمين حتى لو حجزوا على هدومنا مش بس أرضنا، مش هخلي عيالنا تبيع ضمير عشان خاطر أهاليها. أيوة صح، هو إحنا كنا بنكبرهم ونربيهم عشان يطلعوا رجالة ولا عشان يطلعوا وطين وأندال؟ صحيح، إياكش يولع. أيوة يولع. سكوت. اي صوت او دوشه في القاعه مطرح للقاعه فورا، مفهوم؟ قتلت سلمى ليه يا سامر؟ انا ما قتلتهاش، هي اللي رفضت ترتبط بيا. انا كنت بحبها وعايز اتجوزها، بس هي كذبت عليا، عشمتني بحاجة وفهمتني حاجة وهي جت في دماغها حاجة تانية خالص. اخلص يا كلب قطع لسانك، اخلص خالص. أنا بنت كانت أشطر بنت في الدنيا. اخلص اخلص. اسمع يا حاج عثمان، أنا مقدر ظروفك بس لو كلمت تاني هحبسك 24 ساعة. كمل يا سامر. فضلت تاخدني على قد عقلي وتغفلني، وهي مش ناوية ترتبط بيا، وأنا كنت بحبها أوي، كان نفسي تحبني زي ما حبتها. عمري ما تخيلت ان هي ممكن تكون لحد تاني غيري. قلت لها كذا مره الكلام ده بس هي ما خدتنيش بجد، استهونت بيا. يعني عاجبك كده يا دياب الخناقه اللي حصلت في القهوه دي والدنيا بقت تضرب تقلب؟ ده احنا ريحتنا الوحشه شمها اهل البلد كلهم وهنلبس كلنا في الحيط. وبتقولي لي الكلام ده؟ انا لا يا شباب، شايفاني في توة المنطقه؟ جراني على ملا وشي في يوم ما طلعتلوش الشمس في المحاكم عشان تتسيري معايا في حكاوي القهاوي،
ما تقول حاجه يا عبادي. اقول ايه بس؟ اقول ايه؟ بص بقى يا دياب، بقى مبروم على مبروم ما يلفش. كفايه ان انتوا غرقتوا البلد بالهباب ده علشان تداروا على عمله اخوك السودة، بدل ما تعقلوه وتقولوا له عيب. لا، وكل ده كوم وابوكم اللي اتهبل في مخه ومش عارفه بيتصرف كده ليه، عند ولا واحد مغيب ومش حاسس بروح. وانت اللي كنت بقول عليك كمل وبتفهم تتنيل على عينك، سايبه سايقك زي الحولي لحد ما هيغرقك ويغرقنا معاه. كفايه كفايه قسم البلد نصين، خلى نصهم ماشي مش دريان بروحه، والنص التاني ما عندوش حاجه غير الكلام على بلات الناس. وحياة اخوك ده اللي مالوح عليك كلمه، انت صح، بس هنقول ايه؟ هعمل ايه؟ اسمع كلام ابوك، الكل يحبوك، والمثال الحي قدامك اهو. اتنيل؟ هو انت حد طايقك اصلا؟ ايوه صح. هما اللي الحيلة في ايه؟ مين؟ محجوب نزل يقضي مصلحه في مصر وجاي على طول. يجي بالسلامه. بص يا شلبايه، احنا اللي بينا مصالح وعشري واتفاق، وانت عارفه ان انا ذكي بالفطره وافهمها وهي طايره كده، بس بالمفتشر كده انا عاوز اعرف ايه اللي بيدور في دماغك. كلمه واحده ما عنديش غيرها، ابوك. اشمعنى؟ يتعقلوا يتخلعوا. اختش يا سهير، انا لغايه دلوقتي عامل حساب اننا ولاد عم، لكن انا لو علي انا ممكن اعمل مشاكل كتير قوي ليكي وللتانية صاحبتك الشمال اللي ماشيه تلسن دي. قطع لسانك، انا صاحبتي مش شمال يا اخي. كفايه الكسفه اللي انت كسفتها لي. كسفه ايه؟ كسفه ايه اللي كسفتها لك يا بت؟ يا بت انت ما جاش في بالك ان البت صاحبتك دي ممكن تبقى بتعمل النمره دي كلتها عشان توقع بني؟ بقى معقول راجل محترم زي يعمل يعني اعوذ بالله من غضب الله اللي انت بتقوليه ده؟ وفين؟ في محراب مدرسته. ومع مين؟ مع واحده المفروض انها اول يوم جايه تستلم فيه الشغل. ليه كلام برضك؟ اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. يا اخويا استغفر الله. طب هنفترض ان مشيره دي كذاب، لا هي اول واحده تقول انك انت اتحرشت بيها، ده انت ريحتك فايحه وسمعتك سابقاك. أسره عايزة إيه؟ عايزة إيه؟ الموضوع عدى عليه فترة وإنت عمالة تزني، إخلصي. عايزك تقول الحقيقة كده بيني وبينك ونتصافى وننسى كل اللي بيننا. الحقيقة قلتها لك ومفيش حاجة حصلت نتصافى عليها. إنت هتفضل زي ما إنت كده، قال على رأي المثل، غلبت حايل فيك والطبع فيك غالب، وديل الكلب ما ينعدل لو حطوا عليه قالب. طب شوف يا سوهاء، أنا ما كنتش عايز أتكلم، لكن أدام بقى جبنا سيرة الطبع والكلب يبقى لازم نجيب سيرة جوزك. وجوزي ماله مال الكلام اللي احنا بنقوله ده؟ جوزك الراجل المحترم استلقط أرملة زميله وتجوزها. أمين؟ لا طبعا، أمين ما يعملش كده أبدا. أمين ما طلعش أمين يا سهري يا أختي. عموما اسألي واتقصي براحتك، هتتأكدي ولو احتجتي أي حاجة أي حاجة أنا ابن عمك وفي ضهرك. أنت غلاوي، أنا جوزي ما يعملش كده. وأمين نسوانجي تفتكر مين اللي طلبك للشهادة يا كابر؟ ما هو مش معقول المحامين اللي بعتهم أبوكي. إيه؟ ما ترد عليا يا كابر. أبوك لما جالك النهارده قال لك إيه؟ قال لي لو عايز أخويا يعيش لازم أنا أقول إنه مخبول.